أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. النهاردة معانا كل الأحداث الرياضية اللي تمت خلال الأسبوع الماضي، سواء في دوري أو كأس الحريف أو في البطولات المصرية والأفريقية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، بعد انتهاء البرنامج تقريبا بساعتين، الزمالك عنده مباراة مهمة جدا مع فريق جرماهيا الكيني. لا بديل عن الفوز للزمالك في هذه المباراة. الزمالك في المركز الثاني برصيد، أو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وجرماهيا 6 نقاط. بيتصدر المجموعة نصر حسين داي الجزائري ب7 نقاط، وبترو أتلتيكو 4 نقاط. المجموعة دي مجموعة مشتعلة جدا، كل الفرق عندها فرصة الصعود، ناقص فيها طبعا جولتين. جولة بتاعت النهاردة هتخلص، هيبقى تبقى الجولة الأخيرة. الزمالك لو عايز يحافظ على فرصه في الصعود لابد من تحقيق الانتصار اليوم. اي نتيجة للزمالك غير الفوز النهاردة على نصر حسين داي، على جرماهيا الكيني، خاصة ان هو يسافر لنصر حسين داي، هتعني خروج الزمالك من البطولة. مباراة طبعا هتبقى قوية جدا، مباراة قوتها مش في قوة الفريق الكيني، ولكن لصعوبة موقف الزمالك. الزمالك طبعا حقق فوز مهم جدا الجولة اللي فاتت قدام بترو أتلتيكو، أعاد لي الأمل في المنافسة مرة أخرى بعد ما كان بيتزيل المجموعة بتاعته. جرماهيا الكيني فريق متوسط، ولكن موقف الزمالك في البطولة أو في المجموعة بيصعب من هذه المباراة. فوز الزمالك بيقفز بيه للمركز الثاني، وبيقربه بنسبة كبيرة جدا من التأهل، لأن الزمالك لو قدر النهاردة يحقق المكسب على جرماهيا هيوصل ل8 نقاط، وفي نفس الوقت هيوقف رصيد جرماهيا عند 6 نقاط. هيبقى كده ضمن المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة، وهتبقى مباراته مع نصر حسين داي في الجزائر هتبقى مباراة صعبة أيضا، ولكن هيبقى الصعود فيها يعني بنسبة كبيرة مضمون، لأن الزمالك هيكون وصل ل8 نقاط، نصر حسين داي جرماهيا هيكون 6 نقاط، وعنده ماتش أخير مع بترو أتلتيكو 8 نقاط. الزمالك لو حقق تعادل مع نصر حسين داي هيوصل ل9 نقاط. أعتقد في هذه الحالة لو قدر إن هو يكسب النهاردة بفرق هدفين أو أكتر هيصعد بالمواجهات المباشرة لو تساوى مع جرماهيا. على الجانب الآخر، النادي الأهلي كان هزيمة يعني أحزنت جماهيره امبارح من فيتا كلاب، وتوقف رصيده في المجموعة عند 7 نقاط، وظلت فرص الأهلي قوية في الصعود رغم الهزيمة. النادي الأهلي بعد هزيمة أمس بيحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن شبيبة الثورة. وأيضا هذه المجموعة فرص الأربع فرق فيها متساوية، كل فريق يمكنه الصعود في الجولة الأخيرة. شبيبة الثورة 8 نقاط، الأهلي 7، فيتا 6، وسيمبا 5. الأهلي في الجولة الأخيرة هيلاعب الشبيبة، والفيتا هيلاعب سيمبا. الفوز الأهلي هنا في برج العرب في مباراته الأخيرة بيؤكد صعوده وتصدره للمجموعة بصرف النظر عن أي حسابات أخرى داخل المجموعة. يبقى معنى كلامنا اللي احنا بنقوله دلوقتي، فوز الأهلي في الجولة الأخيرة بيضمن صعوده أول مجموعته بصرف النظر عن أي نتائج أخرى هتتم في المجموعة. فوز الزمالك النهاردة بيقربه من الصعود، تعادل الزمالك أو خسارته لا قدر الله بتعني خروجه من البطولة بنسبة تتعدى 95%. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في ماتشه النهاردة، نتمنى التوفيق لجروس واللاعبين قدام جرماهيا الكيني، ويقدروا يستغلوا إقامة المباراة في القاهرة هنا، ويقدروا يعني يقتربوا أو يوصلوا مسافة أطول قبل ما يروح ماتش نصر حسين داي، وخاصة أن الفرق الجزائرية بتبقى على ملعبها مع الفرق المصرية بتبقى ماتشات رخمة بلغة الكورة، وبتبقى ماتشات غير مضمونة وغير محسومة. الأهلي إن شاء الله برضو فرصه قوية، محتاج الفوز وبيلعب على فرصة واحدة أن هي الفوز، ولكن يقدر يحقق الفوز إن شاء الله مع شبيبة الثورة يوم السبت القادم إن شاء الله. هنروح بقى لبطولة كأس الحريف اللي انطلقت السبت والجمعة قبل الماضي، والأسبوع اللي فات اتلعب منها أسبوعين. كانت ماتشات كأس الحريف بتتلعب في الوفاء والأمل، وفي نفس التوقيت كانت بتتلعب بعض المباريات النهائية
في بطولة الدوري وخاصة لمسابقة 2005 على نفس الملعب في الوفاء والأمل. هنشوف التقرير وهنشوف النتائج وهنشوف حصل ايه في الكاس وحصل ايه في الدوري في الوفاء والأمل، وبعد ما هنشوف ايه اللي حصل في أول أسبوع بيتم عرضه بالنسبة لمسابقة الكاس في برنامج الحريف، هنرجع نستقبل كابتن صلاح ونيس المدير التنفيذي لبطولات دوري الحريف. والله الحمد لله احنا لعبنا حلو بس الكوره ما كانتش متوفقه معانا، بس المباراه كويسه الحمد لله بس كانت محتاجه تركيز اكتر مننا. هو الحمد لله النهارده فريق كويسين وهيتمرنوا اكتر وهيفوزوا في الماتشات الجايه ومستواهم باذن الله هيكون جيد. الماتش كان كويس، كابتن كان بيقول لنا على خطط نعملها وكنا مركزين وكلنا كنا منهاجم عشان نجيب اكتر. عندنا مباراه كويسه الحمد لله، ولعبك النهارده كانوا رجاله الحمد لله النهارده على المكسب. لا النهارده ما عجبونيش الشوط الاولاني، مش انا عايز بس اقول حاجه ان فتره التوقف اللي هي كبيره اللي هي بين الدورين دي بتقلل اللعيب بدنيا وفنيا، هو غصب عنه اللاعب يعني مش قادر، برضو الماتشات الكتير الرسميه بتبقى غير التمرين والماتشات الوديه بتفرق معاه، فعشان كده كانوا متلخبطين شويه الشوط الاولاني وظبطنا امورنا ان شاء الله، والشوط الثاني سجلنا 3 اهداف. الحمد لله ان احنا كسبنا وربنا يوفقنا ان شاء الله في الماتشات الجايه. المباراه كانت كويسه الحمد لله وفزنا النهارده 2-0 والحمد لله يعني على الفوز. والله احنا كنا جايين عندنا استعداد قوي جدا جدا للعب، كنا مستعدين بشكل كبير، انما اللي حصل الحقيقه من الفرقه الثانيه كان شيء مستفز جدا. وعلى فكره كنا عايزين ناخد الماتش بكفاءه، ما ناخدش الماتش بالطريقه دي، انما الفرقه الثانيه كان معظمها مزور وعشان كده اخذنا الماتش بالانسحاب فريق ثاني. شايف ان لعيبتي كانت كلها رجاله والحمد لله ربنا وفقنا في الماتش وكسبنا الماتش. شوف المباراه كانت على قد مجهودنا، احنا مجهودنا فيه اكتر من كده، والماتش الجاي باذن الله هنشوف. احب اقول المباراه اللعيبه عملت مجهود كويس الحمد لله، اشتغلنا كويس الحمد لله، شكرا الحمد لله. كسبنا 19 وقت وكسبنا الحمد لله، والكابتن قال لي اقف السترايكر بس الفرقه يعني ان المره اللي فاتت كنا واقفين عشان انا اول مره طبعا العب دوري وما كنتش عارفه اتحكم في الكوره. كان الفرقه اللي كانت بتلعبنا كويسه والحمد لله قدرنا نفوز 10-1. احنا الحمد لله بصينا حلو ولعبنا ماتش حلو بس خلص الماتش بالتعادل. الحمد لله احنا لعبنا ماتش حلو، الحمد التوفيق من عند ربنا. هو في اشبال حلوه بتلعب كويس جدا وان شاء الله بالتوفيق وربنا يكرم يبقى في لعيبه احسن من ان شاء الله. الحمد لله الرجاله عملت عليها والحمد لله خلص تعادل 1-1. تقول ايه دوري الحريف؟ لا دوري كويس زي دوري اتحاد الكوره بالظبط، تمام، وطبعا منافسين كويسين واكاديميه كلها 100 100 الحمد لله. باذن الله هنكسب ونحاول نركز اكتر في الماتش بس ما حدش يخاف. طبعا كابتن قال لنا العبوا رجاله وما تخافوش وان شاء الله كل على الله.
استعديت انا، قلت للعيبه كلها تبقى رجاله، مش مهم النتيجه، اهم حاجه اللعيبه كلها تثبت ان وجودها في الملعب، وكلنا يبقى قلب راجل واحد، اذا كان اللي بره ولا اللي جوه كلهم لازم يكون راجل واحد يعني، ورجاله في الملعب، مش مهم النتيجه، وان شاء الله هنأدي اداء كويس جدا في المباراه. نلعب كويس ونقسم وما نخافش من الكوره، الكوره مكسب وخساره وعادي. كان بيحفزنا كلنا اللي احنا نلعب وروح تبقى روحنا حلوه وكلنا مع حد، لما يجي فينا جول ما نزعلش وكده، ونازلين عارفين احنا اللي احنا نكسب الماتش ده. اقول لهم شكرا طبعا على هم بيمرنونا وبيفضلوا يقولوا لنا ده على نفسكم، احنا حاطين ان شاء الله في قلبنا اللي احنا نكسب الدوري ده. والله احنا استعدينا على اعلى مستوى، والكابتن محمد ابو جريشه بصراحه تعب مع الاولاد جدا والاسبوع اللي فات دوت، وقعد يحفظهم كتير جدا، وان شاء الله نتمنى التوفيق في المباراه. احنا دربناهم كويس وكل يوم بندربهم وبنقول لكل لاعب ان هو يشتغل على نفسه عشان خاطر يقدر يوصل. اقول لهم ربنا يخليكم لينا، انتوا مررتونا كويس قوي وده شرف لنا ان احنا نتدرب معاكم. والله احنا عملنا كام تمرينه للولاد الاسبوع اللي فات علشان خاطر ماتش النهارده، طبعا الحمد لله احنا فزنا الماتش اللي فات 2-0 وعملنا اداء كويس جدا، وطبعا عارف ان الكاس عاوزين بنلم نقط عشان نصعد، وعملنا تمرينتين كويسين للولاد والحمد لله رب العالمين، يعني ان شاء الله يقدوا اداء كويس النهارده. تقول لي لعبتك؟ طبعا انا واثق فيهم كويس جدا، وهم مش محتاجين ان انا اقول لهم اي حاجه، هم عندهم الاصرار والعزيمه، يعني احنا الحمد لله كل ما ندخل بطوله بيبقى الهدف عندنا رقم واحد ان احنا ناخد البطوله. كابتن تقول لي ايه الدوري الحريف؟ اقول لك تنظيم ممتاز واستقبال حلو، كل ما بنيجي بنلاقي التنظيم ونلاقي كل حاجه كويسه. شايف البطوله ازاي؟ شايفها اللهم صل على النبي فيها لعيبه كتيره وشايف فيها كوره جامده حلوه. اكيد طبعا كثفنا عدد التدريبات لان عندنا ماتش مهم قوي لافتتاحيه البطوله، فلازم نعمل اداء كويس، فيعني كثفنا عدد التدريبات بدل تمرينتين بقى اربع تمارين عشان نقدر نستعد كويس جدا للبطوله، فلا ان شاء الله يعني نعمل حاجه ونبدا بالبطوله بمكسب ان شاء الله. هو طبعا لازم نكون مستعدين حلو عشان دي مباراه صعبه شويه، بس ان شاء الله ربنا يوفقنا وهنكسب لان احنا حلوين وطلعنا من الدوري، بس ان شاء الله هناخد الكاس باذن الله. صدام المباراه اللي احنا اتمرنا كويس وان شاء الله جايين نحقق ان احنا ناخد كاس الحريف، وان شاء الله باذن الله هنكسب، وان شاء الله جايين نحقق الهدف.